السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا شباب؟ معكم قناة PS4 Idea، ولعبة كراش تيم ريسينج نايترو فيولد من أجمل ألعاب الريسينج على أجهزة PS4 والمغامرات والباتل. صدقا اللعبة جدا رائعة، لكن اللعبة تحتوي على مجموعة كبيرة من الكاركترز المسكرين اللي عليها نقفل، إضافة إلى مجموعة من السيارات والعجال اللي عليها قفل. طبعا هاي الكاركترز والمجموعات اللي مقفلة هون يا شباب اللي بتشوفوها قدامكم للأسف ما بتم فتحها إلا عن طريق متجر اللعبة. طبعا عشان تكون تقدر تدخل على متجر اللعبة لازم تكون على التحديث الأخير على جهاز بلايستيشن 4. فإن شاء الله اليوم أنا جبت لكم سيف داتا راح ننقله باستخدام طريقتين على جهاز PS4، راح يعمل انلوك لكل الكاركترز وكل السكن والسيارات والعجال الموجودة على جهاز PS4. فكل اللي عليك يا شباب انك بس تعمل جيم جديد زي هيك باي سلوت من هذول السلوتات، سواء سيف 1 2 3 4، اي واحد تعمل فيه جيم جديد. خلينا نعمل على سيف داتا 1. تمام، هيك فتحنا جيم جديد. فبنطلع وبنسكر اللعبة، وحاليا نتجه على صفحة الجيل بريك، وبعد ما اكون مفعل الهن لازم نفعل بيلود اسمه PS4 ديبج. وبرضه بفعل الاف تي بي، وخلينا ننتقل على جهاز البي سي ونستخدم الطريقة الأولى لنقل ملفات السيف داتا. عشان تعرف التايتل اي دي لأي لعبة مثبتة عندك على جهاز البي اس 4 اتجه على صفحة الجيل بريك بجميع الصفحات من 505 ل 755 تم إضافة بيلود اسمه أوربس تول بوكس. هذا البيلود صراحة ما له أي فائدة بالوقت الحالي على جهاز البي اس 4 إلا ميزة واحدة، وهو انه بستعرض لي التايتل اي دي لكل الالعاب والتطبيقات المثبتة عندي على جهاز البي اس 4. نتجه على الاعدادات، راح تلاقي خيار فوق هون اسمه اوربس تول بوكس، اوربس تول بوكس سيتنج، وهون راح تلاقي اشي اسمه شو تايتل اي دي. فعل هذا الخيار، ولو ترجع للألعاب يا شباب راح تلاقي كل لعبة ظهر عليها التايتل اي دي الخاص فيها زي ما انتم شايفين. طبعا هذا الاشي بفيدك بالبي اس 4 ترينر، بالسيف ماونتر، ولو حبيت تجيب تحديثات للعبة ومش عارف التايتل اي دي فبهاي الطريقة بتقدر تعرف التايتل اي دي للعبة الموجودة عندك. طيب شباب، بالنسبة لطريقة استخدام برنامج السيف ماونتر فانا عملت فيديو مفصل عنه، راح اترك رابط هذا الفيديو بالوصف. نتجه على برنامج الفايلزيلا ونعمل اتصال باستخدام الاي بي ورقم البورت بهذا الشكل، وحاليا نشغل برنامج السيف ماونتر. ودائما على برنامج السيف ماونتر تأكد انك كاتب الاي بي الخاص بجهاز البي اس 4 بشكل صحيح، واضغط كونكت، ومن ثم سيت اب، ومن ثم جيت جيمز، وهون راح يجيب لي كل الالعاب اللي لها ملفات سيف بالجهاز. طبعا ما في غير كراش تيم ريسينج. نعمل هون سيرش، وهون راح يعطيني ملفين سيف داتا 0 وسيف داتا 1. طبعا انا بخليه على سيف داتا 0 او اللي اسمه جلوبال سيف، لانه الملفات اللي عندي يا شباب هي سيف داتا 0 زي ما انتم شايفين، سيف داتا 0، فخلي على سيف داتا 0 زي ما عملت انا. وبنرجع البرنامج وبنعمل ماونت. بعد ما عملنا ماونت يا شباب نرجع لبرنامج الفايل زيلا وبنروح على ملف ال MNT Sandbox NPX
2001 راح ألاقي هون ملف اسمه save data 0. طبعا إذا ما طلع معك كل عليك تكبس كليك يمين وتعمل refresh مباشرة. وهون راح ألاقي ملف الديكريبتد سيف. طبعا ملف الديكريبتد سيف نازل مع السيف داتا 0، فكل علي اني امسح هذا الملف واجيب ملف الديكريبتد سيف الموجود هون وانقله في داخل برنامج الفايل زيلا. وبعد ما يخلص نقل يا شباب كل اللي علي اني اعمل unmount وهيك انا بكون نقلت السيف. طبعا العمليه مختصره على السيف ماونتر لانه معاي ملف الديكريبتد سيف، فملف الديكريبتد سيف مش معاي فراح تكون العمليه اطول شوي. طيب شباب بعد ما نقل ملف الديكريبت سيف فكل علي اني ارجع البرنامج واعمل unmount ودن. هيك انا نقلت ملف السيف داتا. خليني ارجع على جهاز الباب حاليا. خلينا نشغل لعبة كراش تيم ريسينج ونتأكد انه تم ازالة القفل عن كل اشي موجود باللعبة. خلينا نتجه على قائمة الكاركترز باللعبة. وزي ما انتم شايفين يا شباب تم ازالة القفل عن كل اللعيبة اللي كان مسكرين بشكل كامل. وبرضه يا شباب السكنات برضه تم إزالة القفل عنها، بتقدر تختار أي سكن بدك إياه. ولو رحنا على قائمة السيارات راح تلاقي برضه كل السيارات تم إزالة القفل عنها بشكل كامل زي ما انتم شايفين. نفس الشيء برضه كل عجال تم إزالة القفل عنه بشكل كامل. وبرضه لون السيارة، يعني كل اشي باللعبة يا شباب تم ازالة القفل عنه بشكل كامل. طيب شباب مثل ما شفتوا تم إزالة القفل عن كل إشي باللعبة. طيب شو الطريقة الثانية اللي راح تنسخ فيها ملفات السيف داتا؟ خليني أروح على إدارة البيانات المحفوظة. طبعا أنا مفعل حساب أو أكاونت أوف لاين عندي، فراح يخليني أدخل هون البيانات المحفوظة في النظام ونسخ إلى USB. هاي ملفات سيف كراش، خليني أنسخن على فلاش. تمام، خليني اسحب الفلاش من جهاز البي اس 4 واوصلها على البي سي واورجيكم ايش المجلد اللي راح يطلع لما نسحب سيف داتا من جهاز بي اس 4. طيب شباب لو تلاحظ على الفلاش انه في مجلد اسمه بي اس 4، لو دخلت عليه راح الاقي فيه شيء اسمه سيف داتا. وهون راح الاقي مجلد ب 16 رقم وحرف. هاي المجلد او هاي الارقام والحروف هي الاي دي اللي مفعل فيه الحساب اللي عندي. فانت مجرد ما فعلت الحساب اللي عندك او اي حساب عندك اكاونت اوف لاين بشكل سريع راح تنقل ملف السيف داتا مباشره بدون استخدام سيف ماونتر.
طبعا طريقة تفعيل حساب أوفلاين موجود على القناة، راح أترك رابط الفيديو بالوصف. فكل عليك يا شباب أنك تفعل الحساب اللي عندك بهذا الاي دي. خلينا أورجيكم مثلا، بس تفعل الاكونت اللي عندك بنفس الاي دي الموجود على الفولدر. فكل عليك أنك تروح على إدارة البيانات المحفوظة، البيانات المحفوظة في USB، وراح تلاقي ملف سيف كراش تيم ريسينج. فبتضغط عليه هيك، تعين نسخ، مباشرة راح ينقله على الهارد الداخلي لجهاز البي اس 4 بدون اي مشاكل، لانك انت مفعل نفس الاي دي اللي انسحب منه السيف داتا. فهذول الطريقتين يا شباب لنقل السيف داتا كراش تيم ريسينج، لفتح كل الشخصيات والسكنات والعجال والسيارات بلعبة كراش. فان شاء الله انكم تستمتعوا يا شباب بهذا السيف داتا. روابط الفيديوهات اللي حكيت لكم عنها بالوصف، ورابط السيف داتا راح اتركه بالوصف، ورابط السيف اللي سحبته من عندي من الجهاز برضو راح اتركه بالوصف، عشان يكون عندك خيارين، اما انك تنقل بالسيف ماونتر او تنقل باستخدام اكتيفيت اوفلاين اكاونت. وكالعادة رابط جروبنا على الفيسبوك موجود بالوصف. سلام عليكم.